بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الهادي بونقل، مدير الاقليمي شتوكا يتباهى لوزاره التربيه الوطنيه. حنا اليوم في مقر العمله، كان اجتماع تحت اشراف السيد العامل وبحضور كل رؤساء المصالح الخارجيه خاصه وزاره الصحه والجهاز المسؤول على السلامه الصحيه ورؤساء الجماعات والسلطات المحليه. وضعنا الاخوان في الصوره وممثلين جمعيه الاباء والامهات بالاقليم، وضعناهم في الصوره على انه شنو هي التدابير الاحترازيه والوقائيه اللي اخذتها وزاره التربيه الوطنيه حفاظا على سلامه المتعلمين والاساتذه وكل رواد المدرسه العموميه والخصوصيه. وكتعرفوا انه حنا على مستوى الاقليم وعلى مستوى وزاره التربيه الوطنيه بصفه عامه خدينا ثلاثه ديال المحطات الوقائيه. المرحله الاولى اللي كان فيها توفير ديال المواد التنظيف والمواد التعقيم بشراكه مع جمعيات دعم مدرسه النجاح وجمعيه الاباء، مشكورين بهذا التدخل. المرحله الثانيه هو اللي كانت هو توقيف وتاجيل جميع التظاهرات الرياضيه والاجتماعيه وجميع الانشطه اللي كان فيها تجمعات ديال التلامذ. وجات المرحله اللي هي اليوم اللي هو تحويل الدروس الحضوريه ديال التلامذ الى دروس عن بعد، وهذه العمليه اللي فيها واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي خدتها وزاره التربيه الوطنيه واللي غتوظف فيها اولا التلميذ بوانتيس، واحد الموقع اللي هو مفتوح بدون ما عندوش الكود ديالو، ما عندوش مكان بدون قن، مفتوح للجميع واللي فيه جميع المضامين الرقميه واللي غتقيس المستويات ب 12 من السنه الاولى ابتدائي الى الثانيه بكالوريا، وبالاضافه لتوظيف القناه الرابعه واللي غتبدا اليوم مع العشره واللي فيها غتبدا خاصه غيتم فيها التركيز على المستويات الاشهاديه اللي هي السادس ابتدائي والثالثه اعدادي والاولى بكالوريا والثانيه بكالوريا من مختلف الشعب والمسالك. شكرا.